احمد ما نقدرش نحدد مين يكسب صح؟ اهلي وزمالك دايما ما تقدرش تحدد خارج التوقعات طبعا. خارج يعني التوقع مش هتقدر تتوقع نتيجه معينه، لان زي ما بقول لحضرتك كابتن كريم ده بيتوقف على حاله اللعيبه يوم المباراه، لكن هنقدر نقول مثلا ممكن الاهلي يبدا بكذا او الزمالك يبدا بكذا، لكن الفريقين كتاب مفتوح لبعض طبعا في مفاتيح اللعب اللي عند الفريق، لكن المباراه الاهلي والزمالك هي بتبقى زي ما قلت لحضرتك بتاعت لعيبه لعيبه، لان الفروق الفرديه هي اللي بتفرق وهي اللي بتفنش ماتشات. ممكن لو هتشوف على مباراه الاهلي والزمالك على مر التاريخ الفروقات الفرديه، ممكن لعيب مش حسب طريقه اللعب، لكن ممكن لعيب هو يعمل لك الفارق، يقدر يحرز لك هدف من نص فرصه او من فرصه. الالتزام برضو الالتزام التكتيكي داخل الملعب مهم جدا، فهو مش يعني برضو يعني اهاجم كويس وادافع كويس، ما انا ما دافعتش كويس هيخش فيا. لا يا كابتن، قصدي على الفروقات الفرديه للعيبه، يعني ممكن هتلاقي مثلا على في مباراه الاهلي والزمالك هتلاقي شيكا بيعمل لك فارق، هتلاقي زيزو بيعمل لك فارق، مع النادي الاهلي قبل كده هتلاقي بركات اللي كان بياخد واحده ويجيب جون، لكن الفريقين هيبقوا قافلين على بعض كويس، عارفين مفاتيح اللعب، لكن مع النادي الاهلي هتقدر ان انت لو مقفوله على الاطراف تقدر تهاجم من العمق، لكن عندك الحلول في اللعبة، عندك حلول يعني عندك حلول كتير وعندك مفاتيح لعب كتير زي ما عندك في الزمالك عندك في النادي الاهلي. عشان كده احنا بنقول ان هي هتبقى مباراه كبيره جيم مفتوح، لكن زي ما قال الكابتن وليد ان في بعض الاوقات ان مستر كارتيرون بيدي الاستحواذ للنادي الاهلي، ممكن هتلاقيه يدي استحواذ للنادي الاهلي ويلعب على كونتر اتاك. لازم يوصل لمستر موسيماني ان مباراه الزمالك تحت قياده مستر كارتيرون ان مستر كارتيرون بيعمل ده، ممكن يديك الاستحواذ وفي بعض من الاوقات ممكن يلعب زون ديفنس او بيدافع من نص ملعبه، وفي نفس الوقت لو هيلعب سيف الدين الجزيري هنا اوتوماتيك هتلاقي الناس بتلعب طويل على سيف الدين الجزيري عنده سرعات، لكن موجود برضو بدر بانون عنده سرعات، مع ان علي معلول لو هاجم من الحته دي على طول مهم جدا ان ايمن اشرف هتلاقيه بيميل الناحيه دي بيقفل عشان يقفل، ولو لعب اكرم توفيق هتلاقي في عمليه الترحيل بحيث ان يبقى واقفين مع بعض كويس، لكن حتى التنوع في اللعب بالنسبه لمستر موسيماني حتى لو الاطراف مقفوله هو عنده ان قفشه ممكن من نص الملعب مع سرعات شريف مع سرعات لويس ميكيسوني بيعمل دريبل كويس ممكن يسبب مشاكل نادي الزمالك. طيب هسالك سؤال بخصوص موسيماني وهسال كابتن وليد صلاح سؤال بخصوص كارتيرون، خساره الاهلي المباراه ليها علاقه بموسيماني تؤثر على بقائه او رحيله؟ مع مجلس اداره النادي الاهلي لا، ما بيشتغلش بالشكل ده، ما بيشتغلش بالقطعه، بيشتغل بطول الموسم، الا لو كده كان ممكن بعد خسارته للدوري كان ممكن يبقى في رحيل ليه او ممكن خسارته للسوبر، لكن مجلس اداره النادي الاهلي ما بيتعاملش بالقطع، بيدي الراجل كل الصلاحيات، بيوفر له كل امكانيات سبل البطوله وبيقدر يحاسبه بس بتاثر على رصيد موسيماني مع الجماهير لو حصل يعني. ده مليون في الميه صح؟ طبعا.